حنا شنو دايرين ليهم؟ حنا عاد راوش باغين غنعيشوا، باغين غناكلوا، حنا باغين نربوا وليداتنا. حنا اش بغيو عندنا هاد الناس هادو؟ انا جا عند انا جا عندي القائد اكثر من 6 الخضرات، هو تيقول لي انت ما تساليش راجلك بايع. انا اش بغا عندي؟ انا ما عنديش فين غنمشي، انا ما عنديش فين غنمشي، تما في داري بالموت بالحياة، انا ما عنديش فين غنمشي. انا تنال الناشد صاحب الجلاله والاسره العلويه والمسؤولين يشوفوا من حال هاد السكان، سكان ولاد العياشي. حنا ناس دراوش على قد الحال، كو كانوا ناس اللي لاباس عليهم هما الفيلات ما يقدوش يديروا لهم هاد النصب هذا. نناشد السلطات، نناشد صاحب الجلاله بان بيشوف من حال هاد المواطن هاد الترويش. حنا من ولاد العياشي تيهدونا السلطات من هالقايد المقدمين، راه هادشي ماشي معقول. راه اش غنقول لكم؟ راه تنعيشوا الرعب، تنعيشوا الرعب. واش المقدم تيدق علينا البيبان؟ القايد تيجي يدفع لنا حالف تيريب لنا العشش ديالنا؟ احنا عندنا دار، دار تيقول لك انت عندك عشه، واش القايد تيقول لك بدمي ولا دمهم؟ واش حنا واش حنا ماشي مواطنين؟ حنا ماشي مواطنين، حنا مواطنين مغاربه وعندنا شواهد السكنه وساكنين في ولاد العياشي. انا اكثر من 15 عام وانا ساكنه هنايا، اكثر من 15 عام وانا ساكنه في هاد ولاد العياشي. يقيلونا هاد الناس هادو، يخلونا عليهم في التيقار. هاد المافيا ديال العقار ما عرفنا مين خرجت لينا في يوم وليله. قال لك هاد الارض باغيها الملك، ما 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 كون بغاها سيدنا نعطوها ليه بفرح بصدر رحب، ولكن هادو مافيا العقار هما اللي جايين باغيين يهلكونا في صحتنا. قال لك باغيين يديروا شركه، شركه داروهم 84 شركه. حنا هاد الارض هادي باغيين يبيعوها فيلات، باغيين يبيعوها فيلات. حنا ما عندناش فين غنمشيو. علاش غايجينو تقول لي هاد الارض هادي ديال الجماعه؟ انا شاريه بالتنازل ديالي بالوراق ديالي، فين غنمشي؟ تقول لي خرجي خرجي اعطيني اتساع من هنا. اش باقا ديري انت ديري هنايا؟ انا ما عنديش فين غنمشي. انا تنطلب من صاحب الجلاله يشد علينا القايد ويشد علينا المقدمين، راه لكونا صحتنا. واش الكاميو ديال الحليب حبسوه؟ كاميو ديال البوطه حبسوه؟ دايرين دايرين ستوب في الدخله ديال العياشي، حابسين علينا كل شيء. بقى لهم شنو بقى لهم؟ الضو قطعوه، بقى لهم الاكسجين، الاكسجين اللي ما عندهم شنو يديروا ليه؟ اكسجين نيح ديال الله ما عندهم كيديروا ليه. الكاميو ديال الحليب حبسوه، الكاميو ديال البوطه حبسوه، السوق جاو تيريتلو فيه، داو السلعه لعباد الله نيحت ما لقاو كيديروا لينا. حنا في ديورنا ما عندناش فين غنمشيو، متنا حيينا في ديورنا. هاد الناس هادو عندهم شي دليل؟ حنا دايرين ان واخدين هاد الارض هادي، حنا راه شاريينها برزقنا، شاريينها للمترو. حنا شاريين هاد الارض برزقنا وشاريينها للمترو وما عندناش فين غنمشيو، غنموتو ونحياو فيها. علاش انا من نهار وليله يجي يقول لي انت يا تاخذي الارض ديال الخير ديال ملك الجماعه؟ انتم هاد الارض عاد بانت لكم، عاد بانت لكم عام عام الانتخابات اللي هنا بانت لكم هاد الارض. علاش ما شفتوها شحال من عام هذا؟ هذيك الساعه ديروا لافيته الشنطه يقول لها الارض ديال الجماعه ما تتباع ما تشرى. انا ساكنه في داري وما غنحيدش منها، واللي بغى انا اللي بغاني يجي عندي لداري يقتلني، نموت ونعيش على داري. انا اربعه الدراري عندي، فين غنمشي؟ الناس شردوهم فين مشاو؟ مشاو على الكرا، الناس عاف الكرا ما لقاو تم ياكلوا، يلاه مدابزين باش يخلصوا داك الكرا. هاد الناس اللي ريبوا لهم من هنا. حنا تناشدوا صاحب الجلاله يشوف من حال هاد الدراري الصغار ومن حالنا. حنا ناس دراوش وبساطه، حنا باغيين غنعيشوا، حنا ما بغينا فيلات، ما بغينا قصوره، ما بغينا لا استفاده، حنا باغيين عام حالاتنا، ما حالاتنا ضربنا عليهم التماره. انا عمري 34 عام، من زعما عقلت على راسي وانا تنضرب في التماره باش ندير هذيك السكنه. من تجي انت اليوم تقول لي خرجي منا، انا فين غنمشي؟ انا ما عنديش فين غنمشي، ما حالي هذاك نموت ونحيا عليه. هادوك اللي مشاو كراو راكم قولبتوهم، قولبتوهم عاطينهم بون، اشنو فيه؟ ما فيه حتى حاجه، مده 5 سنين ما تقلبيش عليها ما تسوليش فيها. عطيني سكنتي ونخوي بحالي، الا عندك غرض بهاد الارض هادي عطيني السكنه ونخوي بحالي. وزيدون انا باغا نبقى في داري، ما عندي لا باش نكني لا باش نكري. وشدوا علينا دوك الشفاره ديال المقدمين، وشدوا علينا الشفاره ديال القياد، راه قهرونا. واش القايد عاطينا 50 مليون باش يخوي العياشي، وتيقول لهم انا بيا ولا بيهم، دمي ولا دمهم في هاد ولاد العياشي. القايد ديال البراهمه، حنا درنا نديروا به شكايه، هاد القايد هذا راه قهرنا في صحتنا، يشدوا قايدهم علينا. حنا بغينا القايد ديال العياشي. كان عندنا القايد رايده من هزوه جابوا نادى ديال البراهمه، ياك جابوا لنا واحد اخر من شمعة سمين.
يجيبوا لنا قايد ديالنا اللي تيكون يكون مسؤول اللي تفهمنا عرفنا احنا ساكنين في ولاد العياشي، احنا ماشي سارقين هاد الارض هذه، احنا شاريينها بعرق كتافنا. وتنعاودها ونقولها ونتناشدوا صاحب الجلاله يشوف من حال هاد الدراوش، تناشدوا صاحب الجلاله يشوف من هاد حال هاد الدراوش، راه حنا هالعار نوفروا على لقمه العيش عملنا ناكلو. اما هما بين العشيه وضحى تيقول لك هاد الارض هذه ديال الجماعه، شنقول لك؟ الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا ما سارقينش هاد الارض هذه، حنا شاريينها برزقنا، حنا شاريينها برزقنا، ضافينها للمترو، شارينا دايرين الساس، دايرين السواري، خاصني عداله ونخلص الواجبات ديالي. اما باش يجي يخرجني يقول لي خرجي للزنقه، راه ما عنديش فين غنمشي، اولا واخيرا ما عنديش فين غنمشي. وتناشدوا صاحب الجلاله يشوف من حالنا، راه حنا عينا، راه حنا من شهر واحد وحنا تنتغاوتوا، من شهر واحد وحنا جالسين هنا في الزنقه، ما بقينا ناكلوا، ما بقينا نشربوا، ما بقينا تنشقوا تنشقى، تنخطفوا تنجيو، حنا جالسين هنا، باغيين محلاتنا، باغيين السكاني ديالنا، حنا ماشي محتلين، هذوك راه ديالنا، وعندنا تنازلات، وشاريين من عند السلالي، شاريين حنا من عند السلالي، وحنا بالتنازلات ديالنا. باش يجي يقول لي اخوي انت حتى تحتلي الملك ديال الجماعه، انا ما محتلاش شي ملك، انا شاريه من 2014 وانا شاريه هنايا وانا ساكنه. باش يجي هو يقول لي اليوم خذها خوي راه انت ماشي ديالك هادي، انت ما محصياش، انت ماشي ديالك هادي، انا ما غنمشي حتى البلاصه، انا غنموت وغنعيش فيها. والكلمه الاولى والاخرى صاحب الجلاله اللي يشوف من حالنا وياخذ لنا حقنا. ما نحن شنو دايرين ليهم؟ حنا عاد راوش باغيين عنعيشوا، باغيين عناكلوا، حنا باغيين نربوا اوليداتنا، حنا اش بغيو عندنا هاد الناس هادو؟ انا جاو عند انا جا عندي القائد اكثر من ستة الخضرات، هو تيقول لي انت ما تساليش راجلك بايع، انا اش بغا عندي؟ انا ما عنديش فين غنمشي، انا ما عنديش فين غنمشي، تما في داري بالموت بالحياة، انا ما عنديش فين غنمشي. انا تونا الناشد صاحب الجلاله والاسره العلويه والمسؤولين يشوفوا من حال هاد السكان، سكان ولاد العياشي، حنا ناس دراوش على قد الحال، كو كانوا ناس اللي لاباس عليهم هما الفيلات ما يقدوش يديروا لهم هاد النصب هذا. حنا ليل ونهار في ليله ونهار ما تخرج هذه الزنقه.